جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: ذهبت إلى جدة من أجل العمل، ثم رغبت في أداء العمرة فأحرمت من جدة واعتمرت، فهل ذلك جائز أم لا؟ إذا نويت العمرة من جدة تحرم من جدة، تحرم من المكان الذي نويت منه العمرة، إلا إذا كنت في مكة، نويت العمرة في مكة، فلا بد تخرج إلى الحل، تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، كالتنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو غير ذلك من الحل. العمرة لا يحرم بها من داخل الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. نعم.